اسهل طريقه تتعلم بيها بنفسك السباحه. رجع راسك. الطريقه دي فعاله معايا انا شخصيا لما اكون بحب اعدل حاجه معينه في الستايل او شكل عومي. بالنسبه لك انت محتاج حاجتين، حد يقول لك تعمل ايه، وتاني حاجه انت تطبق. لو رحت انت مع مدرب ايا كان، يعني نزلته وبتاعه في البسين والدنيا جميله وخلاص، وبدا يقول لك اعمل كده، هو بعينه هيعدل اللي هو عايز يشوفه اللي هو المنتج النهائي. يبقى كده احنا عندنا محتاجين نعرف المنتج النهائي اللي انا رايح، سواء ضربات رجلين او طفو او ايا كان. المدرب ما هو اللي بيعمل؟ يعني ما بيعملش حاجه، اللي هو بيشوف الحاجه، بيديك النصيحه، وبعد كده يشوف تطبيقها شكله عامل ازاي، ولو غلط بيعدل. فلو احنا جبنا موبايل او كاميرا الموبايل وحطيناها وعملنا احنا النموذج ده واتفرجنا وشفنا ده صح ولا غلط، هناخد احنا محل الايه؟ الكابتن. بس الكابتن عنده حاجه مهمه جدا ممكن تكون مش عند كتير من الناس، الشكل النهائي للعومه او الشكل النهائي للمنتج الاخير. الشكل ده نعمل فيه ايه بالظبط؟ نجيبه من اي فيديو تعليمي، ان المفروض مثلا الرجلين تبقى عامله كده او الايدين عامله كده مفروده، فاحنا كده عرفنا المنتج النهائي. المنتج النهائي احسن حاجه تجيبه منها فيديوهات سبيدو، او لو في مدربين مصريين عاملين مثلا ضربات رجلين شكلها عامل ازاي، طفو شكله عامل ازاي. لو انت عندك مشكله وانت بتصور نفسك هتعدل تاني نفسك وتبدا تظبط. فاحنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا عندنا منتج نهائي وتعديل، هو ده الحاجات اللي انت هتحتاجها عشان تعلم نفسك. هنفترض دلوقتي ان انت بتتعلم مثلا ضربات رجلين، فهات اي فيديو لضربات الرجلين شكلها المفروض يكون عامل ازاي من سبيدو او اي مدرب مصري. في ناس كتير مصريين بتعمل او عرب يعني بيعملوا فيديوهات قويه جدا، هات الفيديو ده واقعد اتفرج عليه كتير 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 لحد ما يتخزن في دماغك، وبعد كده انزل البسين لوحدك خالص في منطقه ضحل، يعني لو انت ما بتعرفش تعوم، وابدا نفذ، وابدا وانت بتنفذ صور اللي انت بتعمله ده. هتلاقي نفسك ان انت ايه ده وانا كنت بعمل كده، فحاول ان انت تعدل من الحركات اللي انت بتعملها دي، هتلاقي نفسك بدات يعني تتقدم. النقطه الاخيره في الفيديو ده ان المايه بتعلم، يعني الالتزام، طول ما انت في المايه هتلاقي المايه بتعلمك، طول ما انت بتكرر الحركه كتير هتعملها صح. نفترض مثلا لو انت بتروح البسين كل يوم ادائك هيتحسن وهتعوم وهتبقى زي المحترفين يعني الكلام ده. فهي دي النصيحة بتاعت النهاردة، المية بتعلم، الالتزام بيعلم. القصة كلها انك تعرف المصدر وتعرف تصحح لنفسك الاخطاء اللي انت شفتها عكس المصدر اللي انت عارفه. بس استنوا فيديو جديد قريب من سوينتل او كوكب، يعني احكي الحوار ده بعدين. سلام عليكم.